ما أديت الواجب بتاعي يعني دخلت في المركز اللي داخل فيه وجيت مباشرة للمكتب. وعندنا خالية تحت فيها خالية من الشباب والإدارات يتبعوا من نهار بدينا الحملة عكا حتى اليوم. اليوم راهم كل مجندين ويتبعوا بساعة بساعة وش راه صاري في الولايات كل، يعني عندنا الممثلين تاعنا المحافظين على مستوى كل الولايات يعطيونا تقارير ساعة بساعة. الشيء يعني اللي يفرح هو قبول الشباب كثرة على صناديق الاقتراع. كذلك تلاحظي أشياء ذوي الهمم، شيخ كفيف خلاص جاء مع وليده كما لاحظتوها في القنوات، أنه لما سألوا الصحفي قالوا جاي نأدي الواجب نتاعي.